زي ما قلنا تكلم الآر اللي هو اللي عدم احترام المؤسسات الدينية، بعدين تكلم على التعليم وقال بدل أن ندرسهم الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات الأجنبية والعلوم المهمة، ندرسهم فن الطبخ، ندرسهم المشاكل الجنسية. أوه التنويريين، قال لك كيف لازم ندرس في الأطفال المشاكل الجنسية؟ ضروري جدا. كيف حتى هذا الوعي ويدافع عليه حمقى، للأسف مجموعة من الحمقى، وحيجي بعدين في النقطة اللي بعدها ويدرسهم الأكل الغذاء الصحي وأهمية الاقتصاد المنزلي وكيف الراجل لازم هو ومرته يشتركوا في 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 تدبير المنزل. علوم تافهة وللأسف يعني قضايا تافهة شغلوا بها المجتمع لإبعاده عن قضايا المصيرية والحقيقية وعن العلوم الحقيقية اللي يجب أن يركزوا عليها. بعدين تكلم عليه غاية، نقطة غاية في الأهمية اللي هي السوشيال لايف يعني الحياة الاجتماعية. قالك بدل المؤسسات الاجتماعية الرصينة والمتينة، الأسرة والقبيلة والمؤسسات الاجتماعية التي تحفظ كيان المجتمع، قال لك جيبوا لهم مؤسسات هزلية، حطوا لهم جمعية حلومة بن سعدية لحماية المرأة، جيبوا لهم سندباد وعلاء الدين لحماية الطفل، جيبوا لهم قال لك مؤسسات وهمية يعطوها الطابع المهم واعطوها الصورة العظيمة، ولكن هي في الحقيقة أنها المقصود بها تدمير المجتمع. قال لك من انتخب هذه المؤسسات وهذه الجمعيات لكي تصبح الناطق باسم المرأة الليبية مثلا؟ لما تجي جمعية حلومة بن سعدية للمرأة الليبية وتلقى طبعا UNDP والبعثة الأممية والمنظمات الأمم المتحدة تدعو هذه الكذا ويقول لك وتمثلت المرأة الليبية في منظمة، تملي انتخبها هذه؟ هذا يقول فيه هو راو، هذا الكلام اللي بالإنجليزي كان يقول فيه منظمات غير منتخبة أنشأوها وزينوها وجعلوها الناطق باسم المجتمع، التلفزيون والصحافة والإعلام. من اللي أعطاهم الحق أن يتكلموا باسم المجتمع وأن يجي يقول لك نحن كذا كذا من شباب كذا نحن نعلن والتغيير؟ من تعلن أنت يا راجل؟ من اللي فوضك أنك تتكلم باسمي؟ نحن نعلن باسم الشباب الليبي. تي شباب ليبي يا راجل؟ من انتخبك أنت مش تتكلم باسم الشباب الليبي؟ تسكر فمك ورقد يا راجل. منظمة الشبحشني للشباب الليبي، ويبدأ يتكلم باسم الشباب الليبي، وطبعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تبدو تدعو فيهم وعاطينهم مكانة، وهكذا نخش في دوامة من العته والسفه وتقديم التافهين للشيء يخليك تخش في عقل غير عقل، وهي الغرض منها كلها تدمير المجتمع، الغرض منها كلها القضاء على البنية الحقيقية للمجتمع. هذا الكلام معترفين به هم الغرب الآن، وشفتوا كيف يدرسوا هذه، شفت المحاضرة وكيف يعني يدرسوا في بعض في 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 وهذا الفيديو أنا في تصوري لو يلقوا يخفوه وما يطلعش وما نسمعوش به لفعلوا ذلك. لكن اليوم في 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 ثورة الاتصالات وفي السوشيال ميديا ما يقدروش إلا أنهم يعترفوا بالحقيقة، لا يستطيعون إلا أن يعترفوا بالحقيقة، وهذه الحمد لله الحقيقة كاملة مكتملة أمامكم. فالآن إذا أردتم نجاة للمجتمع هذا الوضع أمامكم، إذا أردتم إلا أن تستمروا في تقديم التافهين وفي محاربة الصالحين والمصلحين فأمامكم أيضا. عندما يتكلم العلماء والمصلحون والمخلصون تشنوا عليهم حرب، وللأسف يعني يصبح حتى التافه يتكلم في أمور العامة والجهلة يتكلمون،
ولا يعلمون على شيء ولا يندروا عليها من ينزارقة، وللأسف يصبح كلامهم هو المعتمد ويصبح يكرروه ويصبح يديروا له في لايكات وتلقى منتشر انتشار النار في الهشيم. هذا دليل على هشاشة المجتمع، ودليل على أن هذه الخطط التدميرية قد أخذت كل ما أخذ من المجتمع، وهذه الحقيقة. ربما يتعالى البعض ولا يقبلها، ولكن لا يمنع أنها هي الحقيقة، وهذه بلسان من يصنعها، بلسان من يحرض عليها، بلسان من يقف خلف الكواليس ويحرك الشخصيات الهلامية الوهمية كمسرح العرائس. وللأسف نحن حدوى القدة بالقدة وراهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه معهم.